بيت بيوتي فقرتنا هلأ مشاهدينا بستقبل من خلال المهندس عماد سالم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك عماد، ماجي. اليوم عم نتابع موضوع كتير مهم بدينا نحكي به هيك أولوياته. صح. هو موضوع النش وكيف نقدر نعمل العزل المناسب، خاصة نحن هلأ بالموسم، يعني الناس بعزه. بتبلش تخاف أنه يكتر لأنه في أمطار غزيرة عم تصير، يعني صحيح. بهالشتويتين اللي قطعوا علينا، فأكيد رح يكون بيوتنا معرضة للنش. سبق وقلنا بالأسبوع الماضي انك رح تجاوب على اسئله الناس. صحيح. يعني الناس بعثت لك كثير صور اسئله، سالتك قصص يمكن عن مشاكل ببيوتها. منبلش نحكي بمشاكل الناس. أزبط شيء. هلا انا جمعت المشاكل، اغلب المشاكل كانت في اشياء كومون، يعني مثل طبعاً العادي لانه مشتركه مشاكل الناس، في بس في هيك خصوصيات، يعني اذا الحيط، اذا السقف، اذا الارض، اذا الاساس، واغلبيتهم هو هيدا المشاكل. اغلبيتهم نحن كنا حكينا عن مواد العزل قبل فتره، وصارت الأسئلة عم تكرر على هذا الموضوع، يعني شو بتنصحني، ويبعثوا لنا صور شو بتنصحني. نعم. أنا من بعض الصور اللي شفتهم بنحنا بدنا دائما مثل حيالة مرة بدنا نعرف السبب. أهم شيء نعرف السبب، بس نعرف السبب ساعتها منقرر نعرف العلاج الصحيح. يلا مرض منقول ما منعالج بس العوارض، ولا سبب موجود حيرجع، وهيك اللي بنعمله بنطرش يمكن بالصيف. صح. بس ما منعالج سبب النش. من أول صورة بتبيني بنشوفها باقي رح تعرفي أنه نحن يمكن في كتير محلات منشوفها منلاقي عفان، منلاقي رطوبة، منلاقي بويا مخبخبة. هولي صور ليكي مختلفة بس فيهم اشياء كومون. احنا بنعرف انه العفن موجود، وبنشوف انه في رطوبة دايما تخبخيب او منقشع بهاي البويا تبعنا هيك البول او القلة اللي بتعملها، ومثل ما قلت منحف ونرجع منطرش بدون ما نعالج العلة الاساسية. اول شغلة بدي اقولها مهمة بما انه قطعت هيدي الصورة، ينتبهوا وقت يكون في عفن، خاصة بعفن محل مثل هيك، يعني عفن اسود، بليز ما يجربوا يحفون ويتنشؤون لانه هو جدا مسم وجدا مضر للصحه. هي شغله اساسيه ما بننتبه لها. صح. يعني حتى اذا عندنا يعني شو هو نوع السموم اللي بيكون موجود؟ ليك صراحه ما بعرف، بس بعرف انه من اهم الاشياء انه ما نتعرض او نتنشأ ونحط ماسك. نحط ماسك لانه انا واذا بدك عم بقرا عن الموضوع بخصوص هيدا، لاحظت انه كل السايتس عم تبرر انه الغبره السوداء يلي بتطلع او الخضر اللي بتطلع عم نتنشأها هي كثير كثير مضره. نعم. للجهاز التنفسي. نعم. فهيدي هيك انتر بارانتيز نحكي. فاذا مثل ما عم نشوف نحن هون عم نشوف رطوبه كثير، هيدي الرطوبه وين بنشوفها ماجي؟ بنشوفها اوقات تحت الشباك، بنشوفها بالسقوفيات، بنشوفها بالحيطان. هالرطوبه يعني فات مي لجوا. هون بدنا نعالج السبب. رح جاوب هيدا الجواب رح يكون لكذا مدام تقولي وعم ببعثوا لي عن هيدا الموضوع. انا اول سؤال بسألها، هيدي النش هو عباره حيط البراني، دائما صوروا لي من برا ما تصوروا لي من جوا. من برا هل هو واجهه؟ هل هو ساحه بالكون؟ هل هو فوقك في بالكون؟ لانه اهم الاسباب ماجي تبع النش او تبع مشاكل المي مش ضروري البنايه عم تنزل، مش ضروري قسطر مفخوط، خاصة إذا بس تشت الدنيا عم توصل هيدي المي. نحن بنعرف أنه بلكيننا أغلب البلكين بلبنان هي بلكين مكشوفة، يعني المي توصل عليها بتنزل عليها بحر. إذا البلكيننا منا مكشوفة، البلاليع يلي موصولة على البلكين هي ذاتها بتكون جاية من السقف، من السطح عفوا. فاللي صار مرة الماضي كمية المي اللي نزلت مرة الماضي ما في بلاليع أوقات تقدر تستوعب هيك كمية ما بيعودوا يلحقوا. صحيح. فمن اول الاسباب او اول نصيحه بدي اعطيهم اياها، في دواء بالسوبر ماركت موجود وين ما كان، هو دواء مثل اسيد، ريحته بشعه بس نحطه بالبلليع بيحرق كل الغبره. نحن بفتره الصيفيه عندنا ريش عصافير، عندنا غبره، عندنا قش، عندنا حيطان عنكبوت، كل شيء ممكن يفوت بهالبلليع الصغير لو نحن حطينا فلتراسيون. كثير مهم هيدا الدواء ينحط، بنبلش فيه يعني نشوف اذا اول شيء نفتح المواسير، يعني هاي اول شغله مهمه. شغله ثانيه، البلكين نحن على الموديل القديم بنعرف انه نحن بنحط شيء نسميه سرك يعني تراب، بنرجع بنبلط فوق. نعم. فبليليعنا ما بعرف اذا هلا بتقطع صوره، بعدين بتقطع صوره، في هلا نوعيه اكسسوار اذا بدك. نعم. نوصل وجه البلاط، نوصل بقصر البلوعه دغري تحت. نعم. اوكي. هن بالاكسسوارات رح نوصل لها بعدين. نعم. بس هيدي من المشاكل. صح. رح نوصل لها بعدين، بس انه هلا تا اوصل لها. هيدي من زمان ما كنا نستعملها، كنا نحط المصفية على البلاط
وتحت فاضي توصل على الأسطل دغري. فوقت تطوف هيدي المي تنزل تحت البلاط، وقت هيدي البلوعة ما بقت لحق توصل تحت البلاط وبتتسرب لجوات البيت. فهيدي واحدة من المشاكل. الدواء والعلاج تبعها أول شيء، أول شيء ننظف البليع. شغلة تانية، إذا فينا نقبع هيدي المصفاية أو هالبلوعة ونحط هالأكس إذا بدك هالأكسسوار بشكل حتى لو طافت البلوعة تطلع فوق البلاط المي، ما تنزل بين البلاط وبين البتون تما تخلق لنا هيدي. نقطة تانية قلنا أنه المي ممكن تيجي من برا من الواجهة. الواجهة هلأ بنحكي إذا طريقة العزل مش مزبوطة، فعنا مشكلة يا صخر يا عنا مشكلة بيتون. فإذا عنا البناية مدهونة رح يكون عندها علاج، إذا فيها صخر رح يكون عندها علاج وهلأ رح أقوله بالحيدة، وإذا كانت بيتون بعدها مش مدهونة كمان رح يقول يكون لها علاج بس نوصل لهيدا الموعد. الصورة اللي هيدي اللي عم نحكي عنها أو اللي بعد هيدي هن مشكلة الإزاز. كمان عنا مي من تحت الشبابيك ومن تحت الإزاز، كمان علاجها هو بالسيليكون وبالبيو اللي هي هيدي السيليكون. يعني نحن بدنا نشيل هالسيليكون يلي تحت الألومنيوم ماجي ونحط هالمواد. وقت تكون إزازنا عرقان بهيدي الطريقة إذا بين الاثنين يعني الإزاز مش منيح. فهيدا نحن بدنا الإزاز. فإذا العارض اللي بنشوفه هو إزاز عرقان، صح اللي عم نشوفه هلا بالصورة. إذا إزاز عرقان بين إزازين، خصوصا إذا عندنا دوبل فيتراج، يعني اللي ركبنا الألومنيوم مش منيح صراحة هيدا، لأنه هيدا العرق بيجي من برا، هو تفاعل بين بارد وسخن. بيجي من برا، من برا بتصير بكل الدول وبكل الحالات، بس إذا صار بين جوا بين إزازين مش يعني في مشكلة. هيدا الحل يلي هو بين لا إذا بين الإزازين يعني الألومنيوم بده غيار، يعني هيدا الدوبل فيتراج يعني الدوبل فيتراج مش منيح. وأي متى بنستعمل هيدا؟ إذا في نش من تحت الشباك ماجي، هيدا السيليكون الخاص بدنا نشيل القديم بنحكي هيدا. معلش تننتقل هلا على مواد العزل. ما بعرف قد مع وقت اقدر ظبطهم. اذا بننتقل على صوره شو هن مواد العزل الموجودين، ماجي بنرجع بس على الاساس مثل اللي حطيت هيدي الصوره ضروري. الاساس وقت نشتغل اساس، خلينا نرجع على صوره الاساس اللي فيها البحث قبل هيك. كن مثل ما قلت نحن عندنا مشكله مي وحكيت عنها بسبب اللي بعد هيدي هيدي هي عندنا مشكله مي. كنا قلنا بالاساسات، وكنت سالتيني جمعه الماده المي اللي بتاثر الاساسات، وقلت لكم انه اذا في مجال نحط هيدا الاسطر يلي حاطينه نحن بالزيت أسطر مي، ساعتها شو ما جمع مي هيدا بنحطه بعد الأساس بعد حيط الدعم. شو ما جمع مي بهيدا الخزان هيدا الأسطر كفيل أنه ينزل هالمي ويكبها لبرا، ومنخفف كتير خطر على الأساس. وقصة السيليكون مثل هيدا الشباك الواضح، هيدا السيليكون اللي بنحطه على زاوية الألومنيوم مثل ما هو واضح بهيدي الصورة. بطريقة إذا كان سريعة. عندنا شك هون كمان عماد إنه المي عم توصل على أساس البناء مثلاً، ممكن يعني مثل ما صار يعني وعم نشوف بنايات عم تهبط، صحيح. يكون السبب الرئيسي هو إنه المي إلى وقت طويل عم تنزل، صح. تحت البناء. إذا عندنا شك بنقدر نعمل هالسوليشن. هيدي السوليشن بس بدنا نحن نوصل للأساس. يعني نحن إذا عندنا هالقد شو بيقولوا يقين إنه هيدي المشكلة مشكلة يم مي وعم بتجمع هيدي المي، معلش نحن هون بندفع بنشيل الردم من ورا الاساس المشكلة وتنحل من المشكله من اساسها. خلينا ننتقل شو هن العزل، اساليب العزل اللي حكيت عنها لصوره اللي بعد هيدي. نحن حكينا انه اساليب العزل صارت معروفه وصرنا حكينا عنها كذا مره. برجع بقول ما في مواد عزل منا منيحه، في إلى محل خاص تتنحط، وفي ابلكيشن مش مظبوطه، في طريقه قبل ايه في طريقه تطبيق غلط. اول شغله نحن المعروفه وصرنا حافظينها هي البيو. والبيو هو بنشوفه مثل ما هن هون عم نشوفه باول صوره، هو الدهان بيجي عده الوان، وهيدي الالوان اللي نحن جبناها. اوكي في عده الوان، وهيدول الالوان مثل ما نحن شايفينه مثل ما هو واضح ماجي، هيدي نتيجته يعني هيدا بس نشف. فاذا نحن هو كاوتشوك مثل البوه، مثل البوه او مثل نسميها الدنجي يعني. ايه مثل الدولاب او مثل الدنجي تبع البوت. بوت البحر، فهو هالقد منيح. بس وين بنحط البيو؟ البيو افانتاجه اول شيء اذا هو ابيض رح يعكس 82% من اشعه الشمس، فهيدا اول شيء بيساعد ليش بنستعمله. شغله ثانيه اذا عندنا سطح بيتون مشقق شوي صغيره، البيو هو علاج كثير مهم لهيدا الموضوع. برجع بقول بده ينحط 3 لاير، بده يتنظف اول شيء السطح، واذا في فيسوراسيون كثير كبيره ضروري تتعالج، وينحط انجكشن اللي هي عباره عن هيدي
هي عباره عن بوليريتان. سبق حكينا عنها كمان. وهون انجكشن عاديه يعني بينحقن فيها البيتون. الانجكشن عفك، الانجكشن بينحقن فيها البيتون، هيدي خاصه بالفيسوراسيون تبع الاساسات الكبيره اللي عم تشك انه عم بفوت مي عليها. تشققات بقلب الاساس. صح، تشققات السطح بنحط هيدا المواد يلي هي مثل السيليكون اذا بدك، ليكي قديش بيسكر عرض. فما بعرف اي كاميرا عم تاخذنا، خليك هيك ما بعرف قديش بيسكر عرض، فهيدا واضح قديش هو مهم اذا عندنا فيسيوراسيون. اي متى البيو ما بيعود نافع لسطح البيتون؟ بيو ما بيعود نافع لسطح البيتون مثل هلا نحن عندنا بحاله حرب، اذا سطح البيتون كثير مشقق لانه بدنا نحط كثير سيليكون ما معنا مجال، ما في مجال، ساعتها هون بننتقل لعزل الزفت. عزل الزفت. الزفت، الزفت لأنه هو عبارة عن سجادة كبيرة ففينا نمدها على أسطح كبيرة، كرمال هيك الزفت نحن بنحطه على أسطح المدارس، على أسطح المستشفيات، على المساحات الجدا كبيرة لأنه هو بينمد بسرعة. أفانتاج الزفت عن البيو هن اثنيناتهم بيعزلوا، الزفت بعد ساعتين شتت الدنيا نحن محميين. يعني بس نعمل ابلكيشن ساعتين ثلاثه شتت الدنيا نحن محميين خلص، بنكون عزلنا السقف. فاذا اذا سطح البيتون كثير مشقق وكثير مكسر ما فينا نحط بيو، مضطرين ساعتها نروح على زفت لانه البيو ما راح يغطي وراح يقبع. نحن بنعرف الاسطح الكثير مكسره عندنا منها كثير ببيروت للاسف من وراء الازيف من وراء حاله الحرب. بعد الزفت بدنا حكينا زفت وحكينا بيو، رح احكي عن السيمنتشس. بعدنا على الصوره هي ذاتها، سيمنتشس يعني عزل البيتون. هو عزل البيتون نتيجته هو هيدي سيمنتشس ممبرين، بتطلع هيدي نتيجتها مثل ما اسمه بيروح، هو معمول من سيما، يعني هو لازم نعزل كل شيء بطون فيه. فاذا عندنا حيط البنايه، لنجاوب على المشاهدين، اذا حيط البنايه بيتون اوكي مضطرين نحط سيمنتشس عزل. نعم. لانه هو بيعزل البيتون، ما فينا نحط بيو. نعم. بيو ما فينا نشتغل على فيرتيكال، هي شغله كثير ولا مهمة. زفت وما فينا نحط زفت، فينا نحط زفت ممبرين بس. نعم. هلا الممبرين هو منه عازل، هلا بنحكي عنه. زفت الكوتينج الدهان بنشوفه نحن بكثير بنيات مدهون اسود. هيدا معمول تنركب فوقه حجر ميكانيكال، مش حجر تلزيق، تنركب حجر ميكانيكال. فاذا هو منه كافي انه يعزل. وين بنحطه كمان؟ بنحطه باساس البنايه. وقت نحطه باساس البنايه ماجي ضروري نحن بنحطه باساس البنايه وبدنا نردم الحيط، ضروري نحط كرتونال اللي هو هيدا الشغله مشان بس نكب الردم ما ينخزق، وبعدها بنحط خفين مشان ما ينخزق هيدا الموضوع. نعم. فاذا سيمنتشز مثل ما قلنا بما انه اباسيما فينا نعزل فيه اساس بنايه اذا عندنا سمال مبينه مشان ما يفوت عليها مي، فينا نعزل ارض بالسين هو بنشتغل عليه، فينا نعزل خزان مي معمول من البيتون، كل شيء معمول من البيتون هيدا الدواء هيدا تبعه. شغلتين، اذا البنايه ملبسه صخر وملزقه عليها، كنا حكينا على الووتر ريبلنت يلي هي ميه الازاز المعروفه، وهيدا اكزامبل مي ما بتعود الصخر يشرب ويفوت، هون اذا الصخر ملزق على حيط البيتون. واخر شغله بدي احكي عنها اللي هو الاكريليك بيس. كثير عندنا نحن بنايات مدهونه دهان. نعم. دهان ابيض. فالاكريليك بيس يعني هو الدهان العزل، في يجي منه ترانسبرنت، في يجي منه الوان كثيره، هو بنحطه. والصوره اللي قبل هيدي اللي قطعت هن الاكسسوار ماجي يلي كنت حكيت عنهم. لاحظي ماجي على الصوره الاكسسوار اللي عم نحكي عنهم، اكسسوار البلوعه هون كثير واضح، للبيو وللزفت في اكسسوار للزاويه كثير اساسي، الانجكشن اذا عندنا فيسيوراسيون بالبيتون وعواميد عندنا فسخ خاص عالجنا، عندنا فسخ، نحن عالجنا السبب، يعني عرفنا انه قشطت البنايه دعمناها مثل ما حكينا بالحلقه. صحيح. الماضيه. طيب هيدا الفسخ شو بنعمل فيه؟ شو بعمل فيه؟ هيدا هو الدواء له ضروري. فاذا بدي كل هن كثير عماد، يعني في مثل ما قلت يعني في اساليب كثيره، مواد، طريقه لنحطه، وين نحطه، يعني صحيح. مشان هيك قلت شغله حلوه بالبدايه انه ما في شيء احلى من شيء. صح. بس في شيء بالمكان المناسب والطريقه يلي بنحطه فيها. فرح تحط كل هالمواد على اكيد مواقع التواصل ليلي ما لحق يحضر. صحيح. من الاول بدي اعلق على شغله وحده بعد. شغله وحده، نحن عم نعزل هلا الحمامات كثير. الحمامات كثير، هيدا شيء الجيو تكستايل هيدا ضروري احكي عنه، بس نعزل بالبيو. نعم. او بالزفت الكوتينج ضروري نحط هيدي العزل قبل ما نكب السرك والردم ونرجع نضل يتفوق. هيدي شو يلي هيدي جيو تكستايل، هيدي مواد قماش.
شغلتها تحمي البيو بس ندهنه، بس نحط هيدا السرك قبل ما نبليط مشان ما ينخزي البيو، لانه اذا انخزق البيو ما له طعمه او الزفت. ونفس الشيء هيدي وين بنحطها ماجي؟ اذا عندنا باكا فلور، اذا عندنا باكا فلور عاده بنحط هيدا قصر مثل حطيناه للسمال بنوزله للبلوعه، اذا الباكا فلور طويل اجت مي باوله ويوصل للاخر. صحيح. هيدا مشان ما يتسكر بالتراب، ما نحن بنكب التراب مشان ما يسكر بنحط هيدا الجيوتكستايل بالباكا فلور. هول الاشياء الاكسسوارات لو صغيره اذا ما انحطت وصاحب المشروع ما شافه ما حلينا المشكله. 100%. كثير مهمين عماد، اكيد رح نرجع نشوفهم على كل مواقع التواصل. صحيح. عندك لكل مشكله لها حل، شرط تطبق بالطريقه الصحيحه ونستعمل المواد ونعرف السبب ونعرف السبب طبعا. عالج السبب اهم شيء.